السيد الوزير المحترم، السيد الرئيس، الإخوة الحضور، نتمم السيد الوزير مجهوداتكم في هذا الإطار هذا. وطبعا هنا كنلاحظوا أن مجموعة من الوثائق التعمير اللي ضعفت التواجد ديالها ومجموعة المخططات الاستراتيجية توجدات، لكن السيد الوزير ينبهكم على أنه مجموعة من المدن المجاورة للمدن الكبرى تم إنشاؤها بدون وثائق التعمير، بنيت بالاستثناءات وفقدت معها جميع الواقعية للمدن الحقيقية بدون ذكر أسماء المدن. نبهكم السيد الوزير لأن الاستثناء نحن نرفضه، لا نرفضه جملة وتفصيلة، لكن إذا طلعت من خلال واحد المدينة بدون توجهات، بدون مرافق، بدون بنية تحتية، يعني مدينة يعني ما أقول معاقة، صحيح أنها إشكال كبير وأنتم ترونه بعينكم هذا موجود. وبالتالي فالسؤال في الإشكال بين اللجان التي تمنح الرخص وبين الواقع ديال وثائق التعمير اللي عندنا، ما كاينش واحد النوع ديال التنسيق، ما كاينش حضور التقنيين في اللجان، وبالتالي كاين الاستثناءات اللي هي ضغات الوحدة ديال المجالات. وبالتالي خصنا نوقفوا في وجه الحالات هذه، لان مدن معاقبه الشكل لابد انه يجرى عندنا ويلات. فيما يخص المناطق الصناعيه سيد الوزير، نعم استثناء في المناطق الصناعيه ايجابي، لكن كثير من معامل الصناعه اعطوا في مجالات قرويه، لوتوا البيئه ولوتوا المناخ ولوتوا الجماليه، ما بقاش هذه الجماليه، خصنا مناطق صناعيه مجهزه. ما يمكنش نبقاو بهذا الاستثناء تنهلكوا الارض والنسل، وبالتالي تندعوا اننا كنصلحوا، وبالتالي هذا اشكال كبير. كنتمنى انكم تكونوا استوعبتوا معنا السؤال وقدرتوا اننا تتجاوبوا معنا في الاطار، لانه مدن جميله لا تكون هناك مستوى جميل.